بطبيعة الحال كاينه بزاف ديال الحاجات، و اش غنقول لك، يعني بزاف ديال الحاجات هكا كيجيوني في الذاكره. كنت في سن المراهقه كنعمل بزاف ديال الحاجات اللي ما كيعجبوش مثلا الوالده ديالي، واصلا الوالده ديالي كانت كتبغيني لدرجه انني خصها ديما نبقى حداها، فهمتيني؟ فكانت دائما دايره بالها معايا، وانا كان كيعجبني نكون في الجمعيات كشاف المغربي، كنت كنشارك في مهرجانات محليه. هي كانت بزاف متردده دائما، كتقول لي ابنتي، كتخاف عليا من طبيعه الحال، دائما كتكون معايا هي. ف ملي كانت كتشوف مثلا اي واحد كيقول عليا مثلا شي حاجه ما كيعجبهاش الحال، وانا كنت ما كنديهاش فيهم، كنقول لهم كنقول لها خليهم يقولوا. دابا عاد بديت كنحس بالام، كنحس بديك المشاعر اللي كانت كتحس بهم هي تجاه هذا الشيء هذا. يعني كنحس بزاف ديال الحاجات، كنشوف ماما كتشوف فيا واحد الشوفه غريبه، شوفه الحب، شوفه حنان. كنقول ماما يمكن عيسى هي فيا ولا لا. ملي ولدت عاد وليت كنشوف ولدي انا ديك الشوفه، كنقول هذه هي الشوفه ديال الام ديالي اللي كانت كتشوفني هي، كتشوف وكتقول بزاف ديال الحاجات في عقلها وفي قلبها، فهمتي؟ فالله يسمح لنا من الوالدين، وانا كنحمق وكنموت على الام ديالي، وهي عندها يعني ماما كنقول لها الله يخليك ليلي، وماما ام وقفت معايا، ماما وقفت معايا الام ديالي هي نقطه الضعف ديالي. ما كنقدرش نهضر عليها بزاف حيت الا هضرت بزاف غنبكي. الام ديالي وقفت معايا ملي كنت في البدايه ديالي، يعني كتمشي معايا لاي مشوار فني، كانت كتمشي معايا وكتساندني وعلمتني القوه، علمتني الصبر، علمتني بزاف ديال الحاجات. و الام ما كايناش بحالها، وانا كنموت عليها، ويا ربي كنتمنى ياخذ من عمري ويعطيها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.